والله لو في عدالة كروية كان يتعاقب أحمد مجاهد، مش يتعاقب شيكابالا ولا يتعاقب حازم إمام. احنا عارفين شيكابالا خد له إيقاف 8 شهور عن اللعب، راجل عنده 36 سنة ياخد له إيقاف 8 شهور عن اللعب، وإيقاف ظالم كمان وغرامة 500,000 جنيه. ليه عمل ايه؟ قتل قتيل ولا عمل ايه؟ مفيش لائحة تقول كده. وبالنسبة لحازم إمام 4 مباريات، ليه عمل ايه؟ سوء التنظيم اللي عمله أحمد مجاهد والشركة الراعية بوظوا احتفالية الزمالك بالدرع. شيكابالا ككابتن وقائد الفريق طلب من مسؤولي الأمن على البوابة إنهم يفتحوا البوابة الحديد علشان لعيبة الزمالك الناشئين يدخلوا، وعلشان لعيبة الزمالك المقيدين في قائمة الزمالك ولكن مش مقيدين في قائمة المباراة يدخلوا ويحضروا الاحتفالية زي ما بيحصل في أي حتة في العالم. وزوجات اللاعبين مثلا بعد تسليم الدرع وولادهم والحاجات اللي زي كده بيدخلوا زي ما شفنا مع النادي الأهلي السنة اللي فاتت. الراجل مغلطش، أحمد مجاهد يشوح له بإيده كده ويسيبه ويمشي؟ مسؤول في اتحاد الكرة أو رئيس اتحاد الكرة ما يعرضش الزمالك للمشكلة دي أصلا، يتنظم الحدث كويس، ما تحاسبنيش على رد الفعل. وبعدين شيء اتضح باعتراف أحمد مجاهد لما طلع مع أحمد موسى، احمد موسى بيقول له هو شتمك؟ قال له لا ما سمعتش انه شتمني. احمد موسى قال له بس قال لك يا اهلاوي. طب هي يا اهلاوي دي شتيمه؟ خلوا بقى كل بتوع الزمالك والزملكاويه يتريقوا بقى على في مواقع السوشيال ميديا ان يا اهلاوي دي بقت شتيمه وبتزعل، و8 شهور ونص مليون غرامه. حتى هنا محمد علي ابو العز قال عيش دكر ولو دقيقة زي إبراهيم سعيد، ولا تعيش لمؤاخذة مليون ساعة زي اللي بيتقال عنهم ولاد الزمالك، دقيقة كلها رجولة من إبراهيم سعيد. باختصار كلام إبراهيم سعيد في برنامج أوضة اللبس مع أحمد حسام ميدو بيقول إذا فعل أحمد مجاهد مع الأهلي ما فعله مع الزمالك في احتفالية الدوري مش هيقعد يوم. ليك حق إبراهيم، وده الكلام التمام اللي اتقال. الأهلي لن يسمح بذلك، والأهلي قوة عظمى في مصر، في كرة القدم في مصر قوة عظمى، مش هيسمح بالمهزلة دي أصلا إنها تحصل. ويسلم محمد علي أبو العز اللي هو سقراط الزمالك إنه جاب الحتة دي من الفيديو. وإبراهيم سعيد عاتب على أحمد مجاهد وهو بيسلم الدرع، راجل حزين مكتئب، وبيقول يعني أنت عايز توري جمهور الأهلي إنك زعلان يعني وهتنكد على الزمالك؟ أنت رئيس اتحاد كورة، يتعمل تنظيم صح. وإبراهيم سعيد أضاف ان احمد مجاهد عايز يوصل رسالة للنادي الاهلي، انا بوظت لكم احتفالية الدوري اللي خده الزمالك.